أهلا بكم، حلقة جديدة من يا هلا، وهذه عناوينها. الأمير محمد بن سلمان يرعى سباق كأس السعودية. السعودية للسعوديين حملة لمواجهة المد الأممي والشعبوي. بايدن يدعو للتصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط. حياكم الله. يرعى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم حفل السباق العالمي الأغلى كأس السعودية 2021 في نسخته الثانية، وذلك على ميدان الملك عبد العزيز الفروسية في الجمادرية بالرياض، ويشارك في البطولة التي تعد جائزتها أغلى جائزة سباق للخيل في العالم بما يقدر ب 30 مليون دولار، أبرز الخيل والمدربين والخيال في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادا عالميا من 13 دولة بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار للمركز الأول. أعلنت أمانة الرياض أن التزام المشاة بالإجراءات الاحترازية يتزايد في ظل الرقابة المتشددة، حيث قالت في تغريدة لها عبر موقع تويتر إن مؤشرات الإغلاق بمنطقة الرياض هبطت بنسبة 67% خلال 48 ساعة الماضية. أعلنت شركة فايزر أن تخزين لقاحها ضد فيروس كورونا المستجد لا يحتاج أي مجمدات عميقة باهظة الثمن، والتي كانت قد شكلت تحديا لحملات التطعيم. وقدمت فايزر بيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توضح أن اللقاح مستقر عند تخزينه في درجات حرارة تتراوح بين 15 إلى 25 درجة تحت الصفر، وهي درجات حرارة شائعة في المجمدات الصيدلانية والثلاجات. أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية بعدد من المناطق وسحب الرعدية ممطرة وأتربة مثارة في مناطق أخرى. وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق جازان الشرقية، مكة المكرمة، الباحة وعسير ستشهد أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية. باشرت شرطة منطقة المدينة المنورة بلاغا تقدمت به 4 نساء لفرق الأمن الميدانية لتعرضهن للتحرش من أحد الأشخاص. وبحسب مصادر صحفية فإنه حال مباشرة رجال الأمن للبلاغ، بادر شخص بالاعتداء على إحداهن، كما قاوم رجال الأمن الأمر الذي استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف. في انتظار وصول سمو ولي العهد إلى ميدان الكأس الأغلى، كأس السعودية. اليوم احنا نتحدث عن تقريبا 8 أشواط الكأس الأخير. إذا نلحظ الآن وصول سمو ولي العهد إلى مقر كأس السعودية وهو الكأس الأغلى، يرافقه أيضا أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر. إذن هذه مشاهد لوصول سمو ولي العهد الذي يرعى كأس السعودية في هذه اللحظات. جدير بالذكر أنه سمو الأمير بندر بن خالد الفيصل ذكر أن رئيس هيئة الفروسية طبعا ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، ذكر أن هذا الكأس الذي يرعاه سمو ولي العهد أصبح محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم. طبعا هذا تمثل في حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجودا لأبرز الخيل والمدربين والخيال في العالم. رئيس أيضا هيئة الفروسية رفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده على ما يجد هذا القطاع الرياضي بشكل عام والفروسية بشكل خاص من دعم لا محدود.
الجدير بالذكر أنه اليوم كأس السعودية وهو الكأس الأغلى، احنا نتحدث اليوم كما ذكرنا عن 8 كؤوس. بدأت اليوم بكأس نيوم، ثم كأس 1351، ثم كأس البحر الأحمر، يليه كأس نادي سباقات الخيل وكأس العبية، وكذلك ديربي السعودية برعاية مصرف الراشد، كذلك كأس الرياض للسرعة، ومن ثم كأس السعودية. الآن نشهد عزف السلام الوطني. هكذا عزف السلام الملكي السعودي إذانا ببدء السباق الكبير والأغلى في العالم بحضور سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. أهلا بك يا سيدي في ميدان المؤسس والباني لهذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية. أهلا بك يا سيدي، أهلا بك يا وجه السعد، يا درع البلد، لا عدمناه، ابن المليك اللي على الشعب غالي سلمان أبوه وجده معزي أشباه، وهو من الأثنين ما هو بخالي. أهلا بك يا سيدي، جمعت صفوة خيول العالم في أرض المملكة العربية السعودية. لله درك سيدي، حلم الأمس أصبح الواقع الحاضر. جمعت صفوة خيول العالم على أرض الرياض بميدان المؤسس الموحد الباني الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه. لله درك سيدي، المملكة أصبحت وجهة الرياضات العالمية في شتى المجالات. مزجت تراث الماضي بالحاضر نحو المستقبل المشرق بحول الله تعالى. لله درك سيدي، لدى السعوديين همة كهمة طويق، همتهم كرسوها الليلة بلفت أنظار العالم اتجاه أغلى وطن وأغلى كأس بالعالم، كأس السعودية العالمي. ما نراه الليلة أولى خطوات البناء اتجاه رؤية المملكة 2030، ما نراه الليلة لعمل قادم في جميع مناحي الحياة. الليلة مع أغلى ليالي سباقات الخيل بالعالم في يوم 20 فبراير و20 مليون دولار. عبد الله من الإمارات نحييك ونرحب بك مرة أخرى. كيف تقيم هذه الكأس الكبرى الأغلى في العالم ودولة الإمارات تشاركنا بالمشاركة من جميع النواحي؟ طبعا أول شيء أرحب بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الله يحفظه أمير الشباب. سنبقى على متابعة كاملة لكافة مجريات هذا السباق وهو السباق الأغلى في العالم. كل أنظار ملاك الخيل على مستوى العالم من 14 دولة اليوم تتجه إلى ميدان المؤسس في نادي الفروسية بالرياض الذي سيضم الكأس الأغلى في العالم. نحن متابعين لهذه المجريات ومتابعين لأحداث كأس السعودية الذي يرعاه في هذه اللحظات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. نعود لكم بعد الفاصل لمتابعة هذه الأحداث، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد، محفل سعودي عالمي برعاية القائد العربي الملهم الأمير محمد بن سلمان الذي جعل من السعودية محطة أنظار العالم. اليوم الخيل، خيل كل العالم تعود إلى هذه الأرض، أرض الجزيرة العربية، والتي احتضنت هذه الخيل منذ أكثر من 2500 عام، بل أنها تعد منبعا لجمال الخيل على مستوى العالم. اليوم نتابع معكم مجريات هذا السباق الذي يعد السباق الأغلى في العالم للخيول. نتحدث عن كأس السعودية الذي تبلغ مجموع جوائزه 20 مليون دولار. هذه الكأس الغالية التي يتسابق من خلالها أكثر من 14 جوادا لنيل هذا اللقب مع أفضل وأغلى وأندر خيول العالم. دعونا نعود إلى ميدان المؤسس
حيث الأشواط النهائية لسباق كأس السعودية، ونستكمل معكم أيضا بقية فقرات برنامج هذا. متابع. لكن النقطة الأساسية كان هو دخول المملكة العربية السعودية عبر كأس السعودية. احنا من أول نسخة أخذنا أهم سباق أقيم في العالم لعام 2020، نبحث الآن في ثاني نسخة كذلك للاستمرارية في هذا الموقع، أن نكون احنا نحافظ على هذا اللقب، وهذا الشيء يعتبر أو نعتز به، وهذا الشيء احنا إن شاء الله بإذن الله سيتم العمل على تطويره اليوم ولسنوات مقبلة بإذن الله. يقال بأن الخيل اللي قدمت من أمريكا وأوروبا أو اليابان احتمال تبقى للمملكة بعد كأس السعودية تذهب لكأس دبي في منطقة واحدة قريبة من بعض. صحيح، هذا شيء إضافة كبيرة. يعني أنت اليوم الخيل قبل احنا كنا نشوفها ان فتره كاس دبي العالمي اللي هي 10 او 15 يوم كانت تجي وتشارك، او كانت تستهدف كرنفال كاس دبي العالمي ثم تكون موجوده في الامارات، لكن الحين لا، الخيول المصنفه عالميا الكبيره طبعا هنا التجهيز قبل انطلاقه الشوط الاغلى في العالم. هذول الابطال ترى هنا الحين ماكس بلاير، انا شايف ماكس بلاير رقم نعم. طبعا انت عندك ماكس بلاير بيقود اليوم ميكائيل برزلونا المنطقة التسريج، طبعا بيكون اليوم تسريج الخيل، لكن مثل امريكا لكن بس انا ارجع لك واكمل النقطه. يعني انت اليوم الكاس دبي العالمي بعد كاس السعوديه الخيول اللي بتبقى لكاس دبي العالمي او مثلا بترجع لبلدها، لكن في النهايه الخطه شو الخطه؟ انك انت تبقى بالبطل عدد اشهر كافيه وافيه بحيث ان يكون في حركه في دول مجلس التعاون. نعم. وكل المهرجانات اللي موجوده هي تكمل بعضها، ليس نعم. الا هذا. لكن لو بنرجع بنشوف احنا الخيل اليوم ان شاء الله، انا اتمنى ان هذا النهج الكل يحط هذا النهج الرئيسي، ان اللي موجود هو بطل، والابطال الموجودين هني اللي يخدموا الرياضه. نعم. ليس لي 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 فقط يعني للمملكة، ولا ليس لي فقط للإمارات أو غيره، لكن في النهاية هي وجهة العالم. نعم. دول الخليج، ووجهة الأولى المملكة العربية السعودية. اليوم الشباب تابع حتى ورانا خلفنا في الاستوديو حضور عالمي كبير. نعم. يعني لتغطية هذا الحدث الأغلى في العالم. كم اليوم يقول لك في اكثر من 200 محطه عالميه تنقل هذا السباق مباشره. صحيح، واكثر من 200 محطه، ويمكن لو احنا بنرجع بنشوف اكثر من 400 مليون شخص يتابع. 400 مليون شخص تمت التغطيه على تقريبا حدود 130 دوله. الارقام لكاس السعوديه في ارتفاع مستمر، عدد المتابعات حتى على حسابات اللي موجوده فيما يخص كاس السعوديه على السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، واليوتيوب، وصلت تقريبا الان الى تقريبا تعدت حدود 200 مليون، وهذه مشاهدات تعتبر رقم عالي ورقم مهم. وإحنا هذا ما نطمح إليه، أنه كأس السعودية الآن أصبح حدث لا يرتبط فقط أنه كسباق، بل هو حدث عالمي يرتبط بالرياضة ككل. يعني الآن إحنا اليوم نشوف التواصل الاجتماعي موجود فيه بقوة، تجد في الصحافة، في الإعلام، في الميديا، في الدول، كل الحديث اليومين هذه عن كأس السعودية. تنضم إلينا أيضا المزيد من القنوات في النقل المباشر، على رأسهم القناة السعودية الأولى. نرحب بجميع من انضم إلينا عبر هذا النقل المباشر ومن خلال القنوات الرياضية، وكذلك القناة السعودية. سيدي ولي العهد حفظه الله سوف يتابع بعد قليل أبطال العالم على أرض المملكة العربية السعودية، أرض التي طبعا انطلقت منها الجياد حتى انتشرت في أنحاء العالم، ورحم الله جلالة الملك عبد العزيز المؤسس والباني الذي وحد هذا الكيان المترامي الأطراف من على صهوات الخيل الأصيلة، يعد آخر قادة القرن العشرين الذي وحدوا بلادهم من على صهوات الخيل. احتفلنا في الأشواط، احتفلنا في كأس العبية، العبية كأس جلالة طبعا فرس الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، واستطاعت اسطبلات الخالدية أن تحرز هذا الكأس وتبقي كأس العبية في أرضها في المملكة العربية السعودية. إذن بدأت الخيل، ولا هي أي خيل طبعا، سوبر ستار، خيل قادمة من جميع أنحاء العالم. تاسيتوس يمثل مزارع جودمنت للأمير خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. ونحن أيضا مع أبنائه الذين
استمروا في دعم هذه المزارع من أجل مواصلة سيرة الراحل الأمير خالد العبد الله رحمه الله. احتفلنا اليوم أيضا في تقرير عن هذا الاسم الكبير في عالم الخيل والذي رحل عنا قبل أيام قليلة رحمه الله. الوفاء لا يستغرب من أهل الوفاء، وعلى رأسهم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المجدد والباني أيضا لهذا الكيان الشامخ في هذا المساء. وكأس السعودية الحلم أصبح واقع، والقادم بمشيئة الله تعالى أفضل، لتظل المملكة العربية السعودية هي الأولى في جميع المجالات. هذا المساء نتحدث عن الفروسية الأغلى، كأس السعودية الأغلى والأجمل والأهم في العالم في الخريطة العالمية. شفنا قبل شوي البطل تاسيتوس ممثل مزارع جودمونت للأمير خالد العبد الله رحمه الله. مشاركة تاسيتوس ومزارع جودمونت مشاركة إيجابية عموما، حتى الآن نتطلع لمشاركة كبيرة. تم دعم تاسيتوس الحين بخبر الأخبار اللي تم تعديل الخيالة بالخيال ويليام بويك، واللي أستطيع أن يقول أنه ممكن يقدم معاه اليوم إركابية جدا ممتازة. إحنا يمكن نعيش في المركبة السعودية الآن هذه البطولة العالمية بدعم كبير من مولاي خادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، اللي هو واحد مؤسسين ترى الرياضة هذه في المملكة السعودية. نعم. وكان يملك ترى العديد من النجوم. نعم. أنا حتى أشكر من شاركني بالأسماء فتاة الرياض وفرحة ومسرورة وسرهيد وعبية، من أسامي الخيول اللي كانت لمولاي خادم الشريفين الملك سلمان. هو من وضع اللبنات الأولى لهذه الرياضة. أخوانا أيضا الملوك رحمة الله عليهم الراحلين، وهو بطلال كمان وأسس سباقات الخيل في الملز. صحيح. ذيك الأيام حتى في حديث مع سيد الأمير خالد الفيصل ذكر بأن الملك سلمان الله يحفظه ويطيب بعمره كان أيضا دقيق ومتابع حتى للجان السباق في ذيك الأيام. فعلا أبو طلال، والأجمل أنه ورثها لأبنائه. إحنا صحيح. شفنا الأميرين أحمد وفهد بن سلمان الله يخبر لهم. الأمير أحمد بن سلمان ترى المالك العربي الوحيد اللي فاز بسباق الكنتكي ديربي، المالك العربي الوحيد اللي جمع بين ديربي أبسوم وكنتكي ديربي في أمريكا. الأمير فهد الله يغفر له ويرحمه كان يملك الحصان الأسطوري بطل الديربي الجواد جينيروس. الآن نشوف النجاحات الكبيرة اللي صاحب السمو الملك الأمير سعود بن سلمان اللي حصل على كأس المؤسس مرتين على التوالي، متوارثة من أجل متوارثة هي طبعاً. من أبنائه والله يطول بعمارهم حكامنا. وفي هذه البطولة العالمية أنا اليوم حضور سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان هو أكبر أشوف فخر ونجاح لنا في هذه الأمسية. يحق لنا أن نفتخر في أغلى كاس، ووجود أيضا طويق في ميدان المؤسس فعلا، وإن شاء الله يطلع أنا أقول الخيل الحين ما شاء الله في هذا الحدث وفي هذا المجمع بحضور سمو سيدي، يعني إحنا اليوم ما شاء الله جميع الأركان موجودة. بدأت الخيل الأغلى في العالم بالتوافد على ساحة الاستعراض وأمام سيدي ولي العهد حفظه الله للبحث عن أغلى كأس في العالم، كأس السعودية. كأس السعودية العالمي، قدمت الخيل من أمريكا، من اليابان، من أوروبا، وكذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكذلك البحرين والمملكة المستضيفة مشاركة أيضا بهذه الكأس الغالية. عبد الله خليفة من دولة الإمارات العربية الشقيقة وتحديدا من دبي شاركنا هذا المساء بالتحليل، متابع دقيق. هل في أغلى من هالأسماء الآن في الميادين العالمية؟ لا، ما تقريبا أبو طلال معظمهم تقريبا لا يوجد، وهم هذا الأهم. لهذا أنا قلت لك في كلامي أن اللي بيطلع من هذا السباق طبعا بيكون حديث الساحة لفترات حديث القادمة. العالم حديث العالم. نعم، بدأت الخيل بالتوافد ونتابع تباعا حتى ناخذ أرقام الخيل تباعا في ساحة الاستعراض، التقاء بالمدربين والخيالة وأخذ التوجيهات النهائية. لا مجال للغلط في هذا السباق، لا مجال للتهاون. كأس السعودية غالي، وعلى الجميع طبعا التقيد وتنفيذ الخطة المحكمة من المدرب للخيال، قبل ذلك توفيق رب العالمين. نعم. طبعا أنا شايف قدامي الأسماء بالتسلسل والأرقام أيضا. بدأت أغلى خيل في العالم تتوافد على ميدان المؤسس وتحديدا، وهذه المتابعة العالمية من جميع القنوات الفضائية في أنحاء العالم، أكثر من 4 مليون مشاهد يتابع هذا السباق الكبير. الأنظار تتجه للمملكة العربية السعودية وتحديدا للعاصمة الحبيبة الرياض، هذه خيل العالم، وناخذها تباعا. اللي يعطينا المخرج أيضا
النيكس جو رقم 8 هذا الخطير الأمريكي المرشح، خطير جدا. بترك لكم الحديث فيصل عبد الله تناوب عن هذه الخيل الموجودة، أعطونا الأرقام حتى نكون معكم. بانكوك المملوك أيضا لشركة كينج باور ريسينج القادم من بريطانيا. الجواد نعم. هذا كسب شوط التأهيل لديربي وينتر ديربي اللي هو شوط الديربي الشتاء في بريطانيا، انسحب بعدها وتوجه فضل التوجه لكأس السعودية. ابن الفحل استراليا يدربه المدرب أندرو بولدينج، سيقودها الخيال العالمي ريان مور صاحب نعم. الجولات. شارلتان المرشح القوي الأمريكي، تفضل عبد الله. طبعا من أبناء سبيس تاون، الحصان يملك سجل يعني ممتاز بصراحة من ناحية سباقات في أمريكا، فايز في ملبو ستيكس الجروب 1 في آخر نسخة بأربع أطوال ونص. الحصان عنده في ناس متشككين بقدراته على هذه المسافة، لكن أنا متيقن أنه قادر على هذه المسافة. شوا ويزرد طبعا بطل اليابان، بطل الفئة الأولى، بطل القادم من المضامير اليابانية البطل شوا ويزرد. هذا الجواد البالغ من العمر 6 سنوات، الجواد الطامح الفاز بشوط الشامبيون كاب في اليابان في أولى جروب 1، حصل بعد هذا الفوز على البطاقة للعبور إلى المملكة العربية السعودية. اليابان تأمل الكثير من هذا الجواد، بعد ما حققوا شوطين هذا المساء فعلا، يبحثون عن هاتريك في هذا الشوط. ولا أستبعد جوادهم بطل من نوعية الخامات الكبيرة، وله حضور حتى من الخيل الملفتة في البدوك في حالتها في جهوزها، مدعوم بقيادة كذلك من الخيال الياباني كياتا تاكاسي اللي فاز معنا في الشوط اليوم في شوط الدربي. نتابع اكسترا يوسف، تفضل. اكسترا يوسف طبعا للكويت لمالك عماد الصقر، نعم. من ابناء ماستر كلاسمان، حصل على المشاركات الماضيه على سباقات تقريبا في جروب 1 خلف اديب، حصل على المركز التاسع بالتسع اطوال، لكن الحصان اليوم يشارك على ارضيه مختلفه وعلى ميدان مختلف، واتمنى التوفيق لاخواننا في المملكه في الكويت طبعا مع مدرب روجر فيران، نعم. وفارس هولي دويل. جلوبال جاينت ممثل مملكة البحرين سمو الشيخ عيسى عبر العاديات ريسينج ابن شمردل والأم ابنة الدلخاني، تدريبات المدرب الأسطورة جون جودسون والقيادة عند فرانكي ديتوري. هذا الجواد خطير وله شانس كبير، وجود العاديات ريسينج اليوم معنا في هذه الأمسية موجود مهم وثقيل، وأتوقع يكون لهم حظ في هذا الشوط. غريت سكوت للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، يمثل المملكة العربية السعودية، الفائز بكأس سجلات الملك فيصل بن عبد العزيز بمهرجان الكوس. بطل طبعا غريت سكوت، مشاركاته الماضية كانت جميلة جدا في جنادرية، حصل على ثلاث مرات متتالية على المركز الأول مع مدرب عبد الله بن مشرف طبعا عادل فريدي الفارس القدير المتعلق. نيكس جو طبعا المملوك لهيئة السباقات الكورية، ويمثل أمريكا في هذا السباق بطل البيجاسوس. البطل والاسم القوي والمرشح والخطير نيكس جو، صاحب الفوز الكبير في سباق البيجاسوس، صاحب الريكورد تايم في سباق بيرس كاب مايل، الجواد الذي الآن يعتبر جوهرة السباقات الأمريكية. هذا الجواد الآن حديث العالم وحديث الوسط الفروسي بعد الإنجازات والتطور الكبير في مستوياته. ماكس بلاير الآن ويمثل أمريكا عبد الله. أمريكا مع فارس فرنسي طبعا ميكايل بيرزولونا، يعني عنده مشاركات تقريبا في 4 أو 5 سباقات جروب 1، خسر من أسماء يعني نعم. قوية جدا، نتمنى أن يكون حضوره طيب اليوم. نعم ميلتري لو المملوك للأخ الليبي المالك طبعا ناصر عسكر، وقادم من الإمارات وأمل ليبيا في هذا السباق. القادم من الإمارات وممثل دولة ليبيا، نتمنى له التوفيق. ابن الفحل دباوي للمالك ناصر عسكر ويدربه المدرب مصبح المهيري والقياده عند انتينو فريزو. مشرف لصاحب السمو الملكي الامير عبد الرحمن عبد الله الفيصل، بطل الديربي الفرنسي في مايو الماضي، تفضل عبد الله. طبعا هذا الحصان من ابناء ميك
اللي هو يعتبر من سلالة الدباوي من أم ريفن باس بطل البريدس كاب كلاسيك، يدرب مدرب القدير جون جوزن مع فارس ديفيد إيغان اللي حصل منه المركز الثاني عام الماضي. سمسير من مملكة البحرين الشقيقة ويحضر في هذا السباق فيصل. سمسير هذا الاسم المميز، الاسم الذي فاز بسباق بحرين تيرفي، حصان له ثقل وله حجم، حضور فيكتوريوز ريسينج الآن في جميع الساحات العالمية كان المملكة السعودية في أوروبا مبهر وملم. سليبي آيز تود، سليبي آيز تود طبعا من أبناء فحل بادي أوبريدو، يقود اليوم فارس أليكس مورينو. مشاركات الماضية صراحة خلف نيكس جولد مركز الرابع كان جميل في بيجاسوس. تاسيتوس يمثل السعودية أيضا لمزارع جود منتو، هذا الشعار الشهير لصاحب السمو الأمير خالد العبد الله بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله. حاضرا تاسيتوس متغير هذا العام. طبعا متغير وحاضر ممثل مزارع جود منتو الأمير خالد العبد الله، قيادة ويليام بويك وتدريبات ويليام موت. دريفر طبعا دريفو للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بطل كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين لفئة المستورد. ديفيرو طبعا الحصان جميل من سلالة دانسيلي، ولم تنحدر من سلالة أرش. أنا أتوقع أن الحصان شو نوعا ما شوية ممكن يكون مفاجأة، يفاجأ المنافسين اليوم، لأنه يقود فارس الإيطالي كريستيان ديميرو مع إشراف المدرب عبد الله مشرف. طيب بعد ما استعرضنا الخيل شفنا الكونديشن، شفنا حالتها، أبطال صراحة في حيرة، ما ندري ناخذ شارلتان، ناخذ نيكس جو، تاسيتوس، مشرف. شوف أنا دائما أبو طلال أقول المشكلة، أنت الحين لما قلت لك وضع نيكسكو وشارلتان حساس، تقول لي كيف حساس؟ بقول لك لأنهم في تصاعد. إحنا ممكن الحصان الصاعد إحنا ما نعرف وين بيوقف، الحصان اللي شارك أكثر من مرة وبين مستواه ممكن نقيس عليه. هنا النجم اللي ظاهر معنا في الصورة البطل مشرف، البطل مشرف بطل الديربي الفرنسي، مشرف كمان يتسلح بعامل أنه قادم من ميادين قوية، مشرف يتسلح بأنه العام الماضي في الديربي السعودي جاء ثالث. لاحظ ما شاء الله تبارك الله الكونديشن اللي واضحة عليه الحالة، واليوم كمان عبد الله اليوم كنا نتناقش أنا وياه عبد الله كان معجب أنه كيف ثقة جون جودسون هذا المدرب الكبير تضع في هذا الخيال النقطة اللي ذكرتها. لنا ديفيد إيغان فارس شاب وعنده يعني لمسة كانت ممتازة جدا عام الماضي يوم حصل على مركز طيب في داربي السعودي، لهذا ليش أنا ما أبقي مع نفس الفارس وأعطي فرصة لفارس جديد أنه يحقق انتصار في كاس وأغلى كاس في العالم، بحيث أنه يقدر يدخل في الأجواء العالمية بشكل كبير. وديفيد طبعا إيغان معروف من ناحية أنه أبوه جون إيغان اللي هو فارس مخضرم في سنوات الماضية، لكن ديفيد ظهوره كان طيب، لمساته جميلة جدا في أوروبا ويتعامل مع الخيول معاملة جدا يعني بالاحترافية، لهذا أنا أتوقع أن ديفيد إيغان حضوره اليوم. وفرانكي ديتوري كذلك، يعني فرانكي ديتوري اليوم بإمكانه يقود مشرف لكن اختار الحصان الثاني، لأن أنت اليوم أبقي اللي عرف الحصان وعرف تعامل معاه في رياض في السنة الماضية، أنا أخليه مع نفس الفارس أن أضيد فرصة الفوز. وراح فرانكي ديتوري مع جلوبال جنت، شو الهدف؟ لأنه هو اللي جاء معه ثاني في البحرين وجلوبال جنت حصان جدا ممتاز ولديه إمكانيات خصوصا في ملعب المسافة هذه. وجون جودسون وفرانكي ديتوري أنا دائما تربط في بينهم نجاحات، تربط في بينهم في انتصارات، ثنائي متألق، ثنائي متألق. وهذا الشيء على حصان بحجم ثقل جلوبال جنت هذا شيء مو بسهل، وهذه قراءة جدا ممتازة كمان أنه المدرب جون جودسون مدرب عالمي ولديه اختيارات صحيحة. لما جاء وضع مشرف مع الخيال اللي تعامل شارلتان معه. شارلتان ممثل أربع سنوات كسبان ثلاثة أبرز سباق هذا الجواد أبو طلال الآن الحديث الكبير عنه، حتى هو الآن رقم واحد في الترشيحات العالمية. أمه بطلة جروب 2، أمه بطلة وأبوه بطل، أبوه أسطورة فحول يعني أبوه خرج فحول كثير الميدان الأمريكية، أبوه البطل كويت أمريكان صحيح. ومن الناس اللي ترجع سبايس تاون على جونا ويست. هل شارلتان كي يكون فحل واعد بعد السباقات؟ الأمكانيات أنه كفحل موجودة، موضوع هذا منتهين منه، لا الشكل ولا البديجري اللي نرجع إليه. أبوه شاب 800 ألف دولار، أمه من البرو
جواد مير الفاخرة في أمريكا، وبوب بوفورت الآن يأمل أنه هذا الجواد يحافظ له على سجل مثالي، خصوصا بعد الإصابات اللي حدثت عنده في الأسطبل. الوضع الآن كله على شارلتان، والآن كل العين على شارلتان، لكن الثقل في مواجهة أمريكية بين شارلتان ونكس جو. الأمريكان يبغوا يعرفوا مين الحصان الأقوى داخل أمريكا، لأنهم ما تواجهوا فيما بينهم حتى الآن. إحنا الآن نعرف أنه هذا الخيل برا، الأمريكان يبغوا يعرفوا بكرة، يقول لك مين أقوى حصان عندي أنا في أمريكا. الآن هذه المواجهة ستحسمها. يعني أمريكا الليلة كلها متابعة السباق. متابعة السباق. في شيء ثاني بعد أبو طلال، أنت اليوم ليس فقط شارلتان ونكس جو، أنت عندك صراع مدربين اليوم. براد كوكس اسم صاعد، ارتفاع أسهم ونزول أسهم. هي. وأنت بفرت خبرة. تاسيتوس. شعار جودمنت، الشعار العالمي. تاسيتوس يعني بصراحة الحصان يعني المركز الرابع في الكلاسيك، حصان كلاسيكي. كلاسيكي. ما يروح إلا سباقات كلاسيكية. كلاسيك. واليوم ترى فكرة 1800 متر أنا أتوقع بيكون مناسب. أنا عجبتني جدا حالته، يمكن حصان أكثر نضوج من العام الماضي. خامس. صح. كأس السعودية في نسختها الأولى اليوم. نعم. موجود. واليوم شو يدل يهدد الأمريكان؟ يهدد لو طبعا سعودي وأمريكي في نفس الوقت. لا لا لا، هو يهدد الاثنين. يهدد الاثنين. وبقيادة فيليام بيوك. يعني فيليام بيوك ترى على فكرة ما يضيع نقطة أو فرصة بسيطة جدا للفوز. أنت شوف هذا بعد من يرسمها صح. الحصان الأمتار. الحصان لو عنده 60 وحطها 40 كمان، هذا تحسب بيضيفه. يحسب فيليام بيوك ممكن يتوجه مع يمكن لأن فيليام بيوك لو تذكر أنت مع برنس بيشوب. نعم. الحصان. نعم. يعني فارس فاجأنا مع برنس بيشوب في ظهوره، وفاجأنا في عدد كبير من السباقات، واليوم كذلك احنا شفنا مفاجأة منه في سباق سبرنت. نعم. ليش ما يكون فيليام بيوك اليوم مع تاسيتوس اليوم فوز سعودي؟ نعم. أنا أتوقع. تفضل. كل شوي يعطينا المخرج بطل وبطل، وين نروح؟ نكس جو طبعا مملوك لهيئة السباقات الكورية، جاي من أمريكا. في استثمار في الخيل أكيد، في مليارات الدولارات تدر على هذه الرياضة. يعني بعض العالم يقول لك هذه رياضة ترفيهية أكثر منها، لا مو صحيح. لا. هي رياضة تدر في أمريكا في العالم مليارات وفي أرقام، يعني في أرقام كبيرة جدا. أبو طلال أنت يعني اليوم صناعة كبيرة جدا، يعني أنت الخيل اليوم مو بحاجة بسيطة. شوف اللقطة الجميلة كيف يهدي حصانه، وشوف أليكس مورينو. صح. أليكس مورينو. أنت عندك صناعة كبيرة جدا في أمريكا، وحتى إحنا يمكن نقدر نقول لك اليوم إحنا نشوف الصناعة في المملكة العربية السعودية. طبعا. الصناعة يرتفع. نعم. يعني هذا يدلك أن فعلا الرياضة الملوك اليوم هي رياضة التوب. نعم. فيصل شوف الخيل أبطال، تفرج في ناس اليوم الليلة جاية من دول خارجية عشان تتفرج على الخيل على الطبيعة، تلتقط صور تذكارية، يقول لك والله أنا صورت مع الحصان البطل. هذا حدث ما يتكرر. طبعا هذا حدث ما يتكرر. عندي 40 ساعة ماخذ طيارة. نعم. 40 ساعة. أحد الجمهور اللي شافه من وين؟ جاي من آخر فلوريدا، من آخر أمريكا. إيه؟ ولاية فلوريدا. فلوريدا 40 ساعة طيران. لا هو طبعا ما بين المطار والنقل وهذا كله لين ما وصل 40 ساعة. أي من مطار المطار. إيه نعم. حتى يحضر لهذا. طبعا أنا أحب أشيد بس بحالة الخيل ككل يمكن. نعم. لكن الجميل ما شاء الله مشرف، مشرف اليوم في حالة جميلة جدا. مشرف اليوم كأنه أتوقع حالته تنادي على الفوز وعلى المستوى اللي بيظهر فيه. أنا حالة مشرف أحبها ككل، لأنه هو إنتاج الأمير خالد عبد الرحمن عبد الله الفيصل، ومن إنتاجه وأبوه من إنتاجه ومن عائلة كلها من إنتاجه. نعم. نذكر الأسطورة الفرس الجميلة رفحة، نذكر الفحل الأسطوري الآن اللي يقف في أوروبا إنفانسبل سبيريت، الفحل كودياك. الآن كان نشوف هذا الاستمرار في هذا الإنتاج الفاخر. هنا رقم 5 ممثل دولة الكويت للأخوان الأخ عماد الصقر الإكسترا اليوسف، من الأسماء الكبيرة يدربها المدرب روجر شارلتان. القيادة عند الفارس المتمكنة هولي دويل الرائعة في إركابياتها اللي طلعت معانا، كذلك حال الجواد سمسير في فارسة واحدة في الليلة. إيه ضد الكوكب كله. يعني هي اللي افتتحت الشريط الليلة في أول شوط، عندها فرصة كبيرة في هذا السباق. والله فرصتها مو موجود، لكن مش كبيرة في الترشيحات، نوعا ما بعيدة بحكم الأسماء اللي موجودة في الشوط، لكن في النهاية هي منافسة موجودة ما وصلت هني إلا لها حظ ولها إمكانيات، يعني ما بتوصل في هذا الشوط بسهولة.
جريت سكوت، شعار الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع الخيال الوطني والعالمي عادل الفريدي يقارع الأبطال وهو بطل يمثل المملكة العربية السعودية. هم ما حطوه يمكن في الترشيحات العالمية، لكن أنا أحطه من الترشيحات اللي عندي. جريت سكوت حصان جدا ممتاز، وحصان تناسبه الأجواء والأرضية. أحسن حالة وأحسن فورما، ما شاء الله تبارك الله عليه. يلا فيصل عطنا ترشيحك. من تعطيني عبد الله بسرعة؟ أنا شلتان. أنا يمكن أروح مع نكسجو. نكسجو. شكرا عبد الله، شكرا فيصل. إذا أغلى كأس، كأس السعودية الأغلى في العالم لحظات، وسينطلق على ميدان المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بمتابعة عالمية وبصوت الزميل عبد الله المعمري. شكرا لك متعب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي، كأس السعودية العالمية، الكأس الأغلى، الكأس الأغنى، الكأس الكبير، الكأس الذي بالفعل يحظى بحضور كبير وبمقام كبير، بحضور سيدي صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. بالفعل قرابة نصف مليار مشاهد، قنوات لا تحصى ولا تعد، ودول بالفعل تتابع هذا الحدث العالمي. حيرت العالم المملكة العربية السعودية، تنظيم على أعلى المستوى، ثقافات متنوعة، هنا خيرة المهور في العالم، هنا جياد العالم، هنا بالفعل أبطال العالم، هنا ملتقى العالم. مرة أخرى الوجهة الشرق الأوسط، وأي بلد، إنها السعودية العظمى يا سادة، عظيمة بكل المقادير، بكل شيء، بهذا الحضور الكبير، بهذا التشريف المثير، بهذا التنظيم، بهذه الجائزة، بهذا الحدث في هذا التوقيت الذي يصعب على الغير المسير خطوة للأمام. نحن نصنع إنجاز هنا، نحن نصنع طفرة هنا، فمن هو قائدها؟ قائد ثورة العصر الحديث، إنه بالفعل سيد هذا الحضور. إذن مشاهدين الكرام، لدينا بانكوك، تشارلتان، تشوا ويزرد من اليابان للاستعداد. هكذا انطلاقة النسخة الثانية من كأس السعودية العالمي مشاهدين الكرام، مسافة 1800 متر. هنا مشرف بالفعل، مشرف بالشعار السعودي في المقدمة، بطل الديربي الفرنسي لغاية الآن. لكن كما هو المتوقع، تشارلتان من جهة، ومن جهة أخرى لدينا أيضا الخطير نكسجو. نكسجو في هذه الأثناء من خلفهم يأتي ميلتري لو بالشعار الليبي الإماراتي معا، وبالتالي بجوارهم تاسيتوس بشعار جودمونت. إذن لغاية الآن، هكذا لغاية الآن السيطرة نشاهدها من شارلتان القادم بقوة بقيادة المدرب بوب بافارت ومايك سميث، الثنائي الأقوى الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الثنائي أكبر كذلك في أوروبا، جون غوزن وفرانكي دي توري. ولكن يتماشيان نكسجو تشارلتان، إنهم كبيرا أمريكا، إنهم خطيرا الولايات المتحدة الأمريكية. من سيكون البطل لهذا الشوط الكبير؟ مشرف من خلفهم يحمل آمال العرب، يحمل آمال المملكة العربية السعودية، ولكن خطير تشارلتان. مشرف قادم، تشارلتان وضع اليد، ومشرف شارلتان بأي لغة ستتحدث هنا ويبحث عن كأس المملكة العربية السعودية العالمي، كأس السعودية العالمي. ولكن مشرف هذا الإصرار، مشرف نار، السعودية جو، المملكة العربية السعودية، كأسنا في يدنا، المملكة العربية السعودية، أبطال الكأس السعودية، أبطال الكأس العالمي، الكأس الأغلى سعودي، الكأس الأجدر سعودي. أوب 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 أوب. ما لحد منه، ما لحد منه بالفعل. باليمين، باليمين هكذا بالفعل فعلها مشرف، فعلها البطل، بطل الديربي الفرنسي، هو بطل أغلى وأغنى كؤوس العالم. نعم السعودية العظمى، إنها عظيمة، أمان ربي عليك أمان يا فنان، بشعار الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل. الفيصل فصل الأمة.
الأمور. الفيصل انتزع هذا الكاس وما هي بغريبة، ما هي بغريبة، بيمينه يجيبه كاس السعودية سعودي. من بين عظمتي وقدراتي وإمكانياتي الأمريكان، هنا السعودية، هنا السعودية الأبية. أوب 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 أوب. إنها ماركة سعودية يا عيني. مبروك للمملكة العربية السعودية هذا الانتصار بأغلى كاس بحافر البطل العالمي مشرف المملوك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل آل سعود. ألف ألف مبروك للمملكة العربية السعودية، لكل محب وعاشق لهذه الرياضة العريقة. كاس السعودية الأغلى يبقى في نجد العذية. شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا السباق الكبير. مشرف يقصي الأمريكان والأوروبيين ويتوج بطلا للنسخة الثانية. مشرف اسم على مسمى. عبد الرحمن العبد الله الفيصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل الخبير والمحب لهذه الرياضة العريقة وصل واعتلى القمة بعد سنوات من الإنتاج والتقديم الجميل في الميادين الأوروبية والأمريكية والخليجية. يتوج هذه التهاني أيضا للفريق التدريبي لهذا الحصان العالمي. 10 ملايين دولار أمريكي ببصمة وتوقيع مشرف السعودية. شرفنا هذا المساء. شوف هنا لقطة، وهذه التهاني أيضا تنهال على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، والذي أعطانا الوقت الكثير والمتابعة الدقيقة من كأس السعودية. هذه الفرحة كيف تقيم فوز مشرف يا فيصل؟ مبروك لك. مبروك 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 سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. حضورك اليوم أحيا فينا الروح كلنا. حضورك اليوم حتى حرك مشرف الأبطال، حرك الجمهور، حرك السعودية كلها. أي فوز، أي انتصار، أي جمال. اليوم مشرف فوق الكل. اليوم مشرف سوى الشوط الكبير. ألف ألف مبروك لسمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل على هذا المستوى، هذا الأداء. مشرف اليوم 10 على 10. مشرف اليوم النجم. مشرف هذا القصة اللي بدأت تحدثنا عنها، أنه من إنتاج الأمير عبد الرحمن العبد الله وأنتج أبوه كذلك، ومن السلالة الملكية اللي هو أسسها في أوروبا والجدة رفحة. من جميع التفاصيل، من أصغر التفاصيل لأكبر التفاصيل، حتى وصلت اليوم انتهت الخلاصة ببطل متوج بلقب كأس السعودية اسمه مشرف. عبد الله مبروك أيضا لك. مبروك ومبروك أخوي أبو طلال، وبارك لأبو سعد، وبارك طبعا لشعب السعودي على هذا الانتصار، وبارك لأمير فيصل طبعا عبد الرحمن عبد الله الفيصل. وبشعار الكبير بصراحة. أنا بقول لك شيء، أنا لا تلومني، لأن في شيء حصل أنا بصراحة في الريس من كثر ما أشوف، من كثر ما انبسطت أنا انصدمت بصراحة. ما شاء الله تبارك الله، الفرحة لكن الفرحة عمت. لكن في شيء ترى فكرة، هذا الريس عجيب يختلف تماما عن الرئيسات اللي انا شفتها. شو سببها اليوم؟ انت شوف الثقل الامريكان اللي كان موجود واللي كان حديث الناس. هذا الشوط وشوف التاريخي مشرف. شوف الدخول يعني اللي ما شاء الله على الانتصارات العالميه، دخول جدا ممتاز لمشرف، فوز مهم جدا في مسيرته القتالية. باطل الأمريكان اثنين، واستفاد مشرف. لكن ديفيد إيغان اليوم لما تيجي تشوف خيال كيف قرأ خطوات اللي موجودة عند نيكسجو وعند شارلتان، البوزيشن اللي كان موجود، الماخذ بوزيشن في الصف الثاني خلف الجوادين. انا اقول اليوم انه نيكس جو كان مخطط على جد جامبنج، لكن ما اعطاه شارلتان المساحه انه يخرج مبكرا. شارلتان فاجأ نيكس جو بطريقه الضغط، حاول انه البيس اللي كان يدور عليه نيكس جو ما وجده. المقابله مع Just a privilege to be connected with such a fast horse. هنا وهذا الخيل السريع. Mr. Gosden, all his team back home in Newmarket. أحب وأن أبارك للمدرب وللمالك ولجميع أعضاء الفريق. Just a delight to get back aboard on the big day. وأنا أشكر الفوز في هذا اليوم الكبير. The audience in front of his owner in his country that he was born in as well.
هذا فوز مميز لك في مسيرتك. نعم هذا شيء لا يصدق. لقد بدأ بشكل متباطئ في البداية، ولكن ها هنا في هذا السباق في هذا اليوم استطاع أخذ الثأر بالفوز في هذا السباق وهذا الشوط. الفوز هنا بهذا السباق العالمي، نريد أن نستمتع معك في هذه اللحظة. لقد أخبرني بكل شيء أعرفه وأنا سعيد بتواجدي هنا. نعم لقد كانت بداية جيدة، لقد اعتاد على المضمار الرملي من أمريكا، ولقد كان من المهم البداية بشكل سريع في هذا المضمار الرملي. لم أستطع أن أشاهد بقية الخيول أثناء السباق، ولكنه أخذ وقتا قليلا للبدء في السباق والتسارع. مبارك لك، استمتع بوقتك. ألف ألف مبروك للمملكة العربية السعودية بحضور وجه الساعة سيدي ولي العهد. تبقى الكأس الأغلى في العالم كأس السعودية في المملكة العربية السعودية. مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن عبد الله الفيصل العاشق والمحب لهذه الرياضة العريقة من عشرات السنين. الأمير عبد الرحمن طبعا عارف في خفايا الخيل، أيضا رجل حصان تابع جميع السباقات سواء محلية أو عالمية، يمتلك العديد من الأسماء البارزة في العالم. نحمد الله عز وجل على هذا التوفيق وهذا الانتصار للمملكة العربية السعودية في ميدان المؤسس الباني والموحد الملك عبد العزيز، طيب الله ثراه بحضور سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي سطر أيضا الحلم إلى واقع في هذا المساء. أنظار العالم تهني وتتابع المملكة العربية السعودية. مشرف البطل تكلمنا عنه كثيرا بأن الحصان متغير، الحصان بطل الديربي الفرنسي، لا غرابة بأن يكسب هذه الكأس. وفاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن عبد الله الفيصل اتجاه رفيق دربه عميد المدربين مشرف المطلق الذي رافق لسنوات عديدة، واستطاع طبعا أن يرد هذا الوفاء بتسمية هذا الحصان البطل باسم مشرف رحمة الله عليه. وهذه هي علامة النصر من الخيال المتمكن ديفيد إيجن، الذي استفاد من التناحر الأمريكي ما بين نكسجو وشارلتان في الأمتار الأولى، شوط ناري. وهذه الصور التذكارية والفرحة السعودية لكل سعودي، نقول له ألف ألف مبروك. طبعا لكل مالك لصانع هذه الرياضة العريقة مبروك، أيضا لسيدي خادم الحرمين الشريفين، مبروك لسيدي ولي العهد، مبروك لملاك الخيل في المملكة العربية السعودية. أغلى كاسين هذا المساء بقيت في المملكة العربية السعودية، كأس العبية الكلاسيكي الأغلى المليونين اسطبلات الخالدية، وكأس السعودية العالمي الأغلى في العالم بقي أيضا في السعودية. هذه هي همة السعوديين، لما تكلم وتحدث سيدي ولي العهد بأن همة السعوديين كهمة طويق، طويق اليوم وهذه الليلة موجود بميدان المؤسس. كيف رأيت مشرف عبد الله؟ طبعا مشرف بصراحة حصان غني عن التعريف، تغير كثيرا من المشاركات الماضية إلى هذا المشاركة الجميلة القوية اللي احنا شفنا منه. قراءات كانت جميلة جدا، يعني مشرف استجاب لكن قراءات الفارس بعد كانت جميلة، وإشراف مدرب جون جوزدن لمع هذا الحصان بهيئة البطل وظهر اليوم بشكل ممتاز وقوي جدا. شعار الأمير عبد الرحمن الفيصل طبعا غني عن التعريف، لكن الهاجس اللي هو أول حصان اللي فاز في إيطاليا من ثم وصل إلى على المستوى العالي، سواء كان عن طريق بيلاردو في ديوريس ستيكس، ولا طبعا مع امبينس في 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 السباقات الكبيرة جروب 2 وجروب 3 ليفل. أعتقد أن هذا الشعار أنتج أسماء كبيرة، وفي حصان قوي جدا عمره سنتين، أنا شفت له مشاركة واحدة بس أبو طلال كان في نيو ماركت، لكن أنا أتوقع أن هذا الشعار هذا العام بيكون مختلف، وبيكون في منافسة في بعض السباقات اللي هي الأوروبية في سباقات الكلاسيكية. نعم فيصل. فعلا أبو طلال، أنا لو بتكلم أول شيء بتكلم ترى مشرف كان قصة
هو اصلا ابوه الحصان ميك بليف الامير عبد الرحمن عبد الله الفيصل هو اللي انتج الحصان ميك بليف ومن البطل مكفي. وبعدين بعد ما خلص مسيرته بفوزه بسباق ال 2000 جنيز في فرنسا حوله كفحل وكان يراهن عليه كثيرا انه سوف ينتج منه بطل كبير. هذا الشيء اللي اعطاه اندفاع وراح اشترى مجموعه من الافراس من مزاد التتر سيلز في لندن. من ضمن الافراس اللي تم شرائها كانت ام البطل مشرف، بعدين ارسلت له وانجبت البطل مشرف اللي بعدين دخل في مسار السباقات. تم تطوير عمل هذا الجواد حتى توج بلقب الديربي الفرنسي، جاء للسعودية العام الماضي، جاء ثاني في الديربي السعودي، يعود الآن للمملكة العربية السعودية كبطل متوج لكأس السعودية العالمي. تحدثنا قبل السباق على أنه جون جودسون كان يفضل القيادة أنها تكون عند ديفيد إيغان لأنه يتعامل مع الحصان أفضل بعد ما شارك معاه هنا العام الماضي. اليوم رؤية جون جودسون أصابت وكانت في محل. هذا الشوط معك. طبعا المرشحين شارلتان ونيكس جو كان طبعا تناحر قوي، كل واحد بيكسر عظم الثاني، لازم يخلص على الثاني. أكون صادق معك، أنا ما توقعت أن نيكس جو حيسلم الراية، لكن فعلا شارلتان صدم نيكس جو. هذا الشيء اللي خلى في بينهم بعد علامة 800 متر طول الكيرف كامل الدائرة كان في قتالية كبيرة. اللي كان يتمركز وراهم البطل مشرف، وهنا بشوف ديفيد إيغان لو تكبرت الصورة على الخيال راح تشوف شغل كبير من الخيال كان عليه، لأنه فعليا ثبت شارلتان وحاول مايك سميث، لكن الضغط الكبير شوف هنا تحسب للخيال كيف راح على شارلتان. كان يبحث عن الدافع والحافز عشان الحصان يقاتل لازم تجيبه جنبه. وترك كل الأطوال ودخل على شارلتان وجاء جنبه، وفعلا النتيجة أو الخطة اللي كان يرسم لها ديفيد إيغان أحكمت وأتت بثمارها، خلاه يفرق الحصان بفارق طول. أنت مرات لما يكون الحصان بعيد شوي عن الخيل ما في الحافز الكبير. ديفيد إيغان حدد النقطة الذهاب لشارلتان وفعلا راح له وجاه عليه وخلاه يساوي الحافز بينه وبينه. الجميل كذلك دخول جريت سكوت. قلت لك أن جريت سكوت حصان لو ما رشحوه أنا رشحه، جاء اليوم ثالث. جريت سكوت نرفع له القبعة. جريت سكوت شكرا لمدرب عبد الله بن مشرف اللي قدمه بهذا التقديم. تاسيتوس جاء معنا العام الماضي خامس، اليوم رابع. إذا في هذه اللحظات الأخوة المشاهدين يتقدم سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز راعي هذه الكأس الغالية والأغلى في العالم، أمام أغلى كأس، أمام كأس السعودية العالمي، تجتمع واجتمعت أغلى خيول العالم، ويتقدم أيضا لاستلام هذه الكأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل. نبارك له هذه الكأس، مبروك، ألف ألف مبروك، وتحية من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن العبد الله الفيصل، وهذه التهنئة على إبقاء كأس السعودية الأغلى في العالم، وكذلك هدية المدرب الذي أبدع أيضا مع هذا البطل مشرف العالمي. إذن مشاهدينا الكرام نتابع هذه اللقطات، وجون جوستن يتسلم كأس المدرب والمدرب الأغلى في هذا المساء، وهنا أيضا ديفيد إيغان اللي هو طبعا الخيال الذي استطاع أن يحقق هذه الكأس الغالية. وهذا الحديث الجميل بين طويق سيدي ولي العهد حفظك الله ورعاك، الحلم أصبح واقع، الحلم أصبح واقع في ميدان المؤسس الملك عبد العزيز. شكرا لك سيدي ولي العهد، شكرا على ما قدمت اتجاه رياضة الفروسية السعودية، شكرا لك، شكرا لك هذا الحضور الطاغي والباهي في ميدان المؤسس. أنت يا سيدي خير من حضرت وشرفت هذا السباق الكبير والأغلى في العالم وليس في المملكة، هو كأس السعودية العالمي، لحظات لا تنسى. طويق سيدي ولي العهد يحضر هذا المساء ويتوج المخضرم الأمير عبد الرحمن عبد الله الفيصل في مجال الفروسية السعودية والعالمية. أتوقع أنه هو انتصار وتكريم لهذا الرجل الذي قدم الكثير لرياضة الفروسية. وعلامة النصر مصاحب السمو الملكي الأمير بندر
بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان عضو مجلس إدارة نادي سباقات الخيل. وهذه الصورة الجميلة المعبرة عن هذا التلاحم الجميل وهذه الفرحة الكبرى بإبقاء الكأس الغالية، كأس السعودية الأغلى، لك الحق أن ترفع هذه القبعة الذهبية. مبروك ديفيد إيجن هذا الانتصار الكبير مع مشرف. فرحة ولحظات جميلة، لحظات مثيرة. أنا أشوف أنه كان انتصار، شوف هنا مباركة أيضا الأمير فيصل. نعم صحيح، من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز لأخيه أيضا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن عبد الله الفيصل. كلنا نهني الأمير، هذه الكأس نهني أنفسنا. حياكم الله من جديد. إذا تابعنا وإياكم مجريات كأس السعودية الأشواط الأخيرة، كل التبريكات لسمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل بمناسبة فوز الخيل مشرف بكأس السعودية، كل التوفيق أيضا وهارد لك للي ما حلفهم الحظ بالفوز بهذا الكأس. إذن السعودية أو الخيل السعودية والخيل العربية تتوج في أغلى كأس حول العالم للخيل وهو كأس السعودية. من جانب آخر أيضا سنعود معكم لمتابعة هذه المجريات لكأس السعودية. إذا كان معنا لقطات ممكن أن نتابعها الزملاء أو نعود لاستكمال فقراتنا. طيب خلونا نشوف جزء من هذه الفقرات بعد وهذه المجريات بعد قليل، نعود لاستكمال فقرات برنامجنا. إذ في وقت تستمر فيه إيران بتصرفاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتمويل الميليشيات الإرهابية، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام مؤتمر ميونخ للأمن إلى ضرورة التصدي لتلك التصرفات المزعزعة لأمن وسلم منطقة الشرق الأوسط. معي في الاستوديو اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري لنقاش هذا الموضوع. حياك الله معنا اللواء محمد، شكرا لقبول الدعوة وحضورك معنا. شكرا، أنا أتشرف. خليني أخذ بس انطباعك أو قراءتك لتعليق أو مطالبة الرئيس جو بايدن لإيران بالكف عن زعزعة استقرار المنطقة. سؤالي هنا اللواء محمد، إلى أي مدى أمريكا جاد اليوم في اتخاذ موقف تجاه أنشطة إيران؟ اليوم إيران تستفز المجتمع الدولي في اليمن، في لبنان، في العراق، في كل مكان، ولكن كل ما نحصل عليه هي مطالبات عبر المذياع. أول شيء مسيت بالخير والسيدات والسادة المشاهدين. هو حقيقة يعني ماذا حضرتك ذكرته أنه هنالك نوعا من المطالبات، وأنا شفت أشوه يعني في الآونة الأخيرة يعني بمتابعتنا مع الإدارة الجديدة أشوف على نوع من الاستحياء، إما أنه هو يريد أن يعني السيد بايدن يفعل ما ذكره أثناء الانتخابات، أو أنه هنالك فعلا مسلسل لإدارة أوباما السابقة، وهذه تعتبر المرحلة الثالثة يعني قراءتها بهذا الشكل أنا أشوف. وأميل أنا إلى الخيار الثاني، لأنه لو شفنا أثناء فترته هو طبعا 8 سنوات كنائب رئيس، والآن جاء على سدة الحكم، وهذا مشروع يعني ألغى عليهم الإدارة السابقة يعني ألغته تماما بغض النظر دعمها لدول الخليج أو دعمها لإسرائيل، لكن فعلا ألغي مشروع إيران النووي، فرضت عقوبات في الحقيقة، يعني دخل النظام الإيراني في صعوبات أعتقد يحتاج لعقد أو عقدين حتى يخرج منها. هذه نقطة. ولكن ما نراه حاليا هنالك في تباين أستاذ جمال، تباين واضح، تصريحات لدعم شركائهم في المنطقة للدفاع عن سيادتهم، تصريحات للتصدي لبرنامج إيران النووي، وفي ظل هذه التصريحات نجد هنالك أذرع إيران وبرنامج إيران النووي وقبولها للجلوس إلى طاولة المفاوضات نجده في تصاعد. ما رأيناه في الآونة الأخيرة ما قام به الحوثي واستفزاز للمجتمع الدولي بهذه الصواريخ والطائرات اللي بدون طيارة أطلقها على المملكة وعلى مناطق مدنية، هي يعني في تحدي لما
تصرح به الإدارة الأمريكية، بمعنى أنه عندما تلغي تصنيف الحوثي كجماعة غير إرهابية، وهذا مفروض أنه يدعم إيران في على الأقل أن هنالك نوايا حسنة لإصلاح الوضع والجلوس إلى طاولة المفاوضات، نجد أن الحوثي يستمر بإطلاق الصواريخ، ونجد تعنت من النظام الإيراني بأنه لا يريد أن يعود إلى طاولة المفاوضات حتى تتم الموافقة على شروطه، ونجد الجانب الأمريكي في ضبابية واضحة في اتخاذ الإجراءات التي هي تطمئن الشركاء. نحن شركاء في المنطقة ونحن حليف يعتمد عليه، وأنا باعتقادي إذا أنه الإدارة الحالية بغض النظر عما دار أمس ما بين سمو ولي العهد ووزير الدفاع الأمريكي، لا أنا أتكلم الآن على إدارة هي التي يعني في الحقيقة تدير الدفة بسياسة أوسع، لكن ما رأينا طال عمرك أن هنالك نوعا من التصريحات التي، أو خلينا أقول لك على استحياء، تصريحات على استحياء وليس فيها جدية، كان من باب أولى أن توقف هذه الأذرع، ومن ثم إذا أوقفت هذه الأذرع لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران. إيران موجودة أبينا أم يعني شئنا أم أبينا، هي موجودة ولا بد ولا نستطيع أن نتجاهلها، هذا واقع. صحيح أنه الإدارة السابقة قد أنا أرى أنها صعدت الموقف، ولكن إيران هي التي دعتها إلى هذا الأمر. الآن نرى سياسة مائعة، سياسة ليست على قدر شراكة الدول الحليفة مثل دولة مجلس التعاون مصر للولايات المتحدة، وما قدمتها دول مجلس التعاون على رأس المملكة للأمن في العالم، يعني قدمت رسائل عديدة لأمن واستقرار العالم. صحيح. فيما يخص الطاقة، فيما يخص محاربة الجماعات الإرهابية، فيما يخص التعاون مع المجتمع الدولي. سمو ولي العهد بدأ بخطوة لإعادة البيت الخليجي في قمة العلا، وكانت هنالك مصالحة، ويعني عادة العلاقات الخليجية كما كانت ولله الحمد، وهذه تعتبر تهيئة إلى الجانب الأمريكي بأنه نحن في دول مجلس التعاون كانوا يعني يطلبون دائما على أنه دول مجلس التعاون اتفقوا، وفعل ذلك سمو ولي العهد مع الأشقاء في قطر. فلماذا هذا؟ لي أنا ما أسمي تماهي في الحقيقة، ولكن أنا أسميها سياسة قد تكون يعني تبعية لما تقوم به إيران بالتغاضي عن أذرعها في المنطقة. هذه الصواريخ وهذه الطائرات بدون طيارة التي أطلقت، وتجد أن التصاريح الأمريكية ليست مشجعة. نحن أنا ما أقول لك أن شاء الله بنأتي على يعني فترة عصيبة، لأنه يعني ولله الحمد يعني لدينا قادة مرت مراحل أصعب من كذا، واستطاعوا في الحقيقة يعني لا يجب أن ننسى فترة الثورات العربية وكيف استطاعت القيادة في المملكة العربية السعودية بالخروج إلى ما هو أفضل للمواطن. فسوف تمر هذه المرحلة، ولكن زي حضرتك طرحت نقطة مهمة، لأن تصريحات بايدن في ألمانيا وكذلك التصريحات السابقة أرى أنا فيها نعومة ولا أرى فيها ضغط على الجانب وتساهل مع الجانب الإيراني الذي لا يحاول أن يعود إلى طاولة المفاوضات، لا بالعكس رأينا دعم لا محدود لأذرع إيران، ويصرح النظام الإيراني ويترك كافة القضايا ويقول اليمن قضية كذا وكذا وكذا. وهذا في الحقيقة إذا أنه الإدارة الأمريكية لم تتعاون مع شركائها لسنا احنا الذين سوف ندفع الثمن، صدقني الأمريكان أنفسهم والدول الكبرى هي التي سوف تدفع الثمن، لأنه ما رأيناه في الآونة الأخيرة من هذه الجماعات تهديد للأمن والملاحة وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، لا بالعكس تهدد دولة شريكة ورئيسية في الإقليم كالمملكة العربية السعودية. فإذا لم يتعاون السيد بايدن مع دول مجلس التعاون فسيكون الضرر أولا على الولايات المتحدة، لأنه الآن الولايات المتحدة في ظل هذه الجائحة ودفع المليارات لحل جائحة كورونا هنالك تغير في التشكيلات العسكرية في أفغانستان وفي العراق. صحيح. وفي سحب، وإذا لم يكن هنالك شريك يوثق فيه وهي المملكة العربية السعودية، وخلال هذه 70 سنة والخمسين سنة العلاقات مع الولايات المتحدة أثبتت المملكة العربية السعودية مدى أهمية شراكتها مع الولايات المتحدة لحفظ استقرار الأمن، وإلا فسوف تدفع الولايات المتحدة الأمريكية الثمن قبل الجميع في المنطقة.
أوروبا تدفع الثمن الآن، وهي التي كانت تدافع عن إيران في فترة معينة قبل الاتفاق. اليوم شفنا العديد من الدبلوماسيين الإيرانيين يتهمون بالإرهاب ويحاكمون، العديد من أيضا الجماعات والاستخبارات الإيرانية اليوم تخترق أوروبا بشكل كبير جدا وتحاول زعزعة هذه الدول. سأكمل معك إذا سمحت لي محمد، لكن بعد الفاصل. فاصل ونعود، ابقى معنا. حياكم الله من جديد. حديثنا عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي دعا فيها للتصدي لتصرفات إيران المزعزعة للشرق الأوسط والاستقرار بالشرق الأوسط. حديثنا مع اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي. اليوم محمد، اليوم احنا نتكلم عن إيران. السؤال اللي يطرح الآن، هل فعل أمريكا اليوم جادة في ردع إيران، خصوصا إذا ما نظرنا إلى إدارة بايدن أنها قد أبلغت مجلس الأمن بسحب إعلان إدارة الرئيس ترامب حول إعادة العقوبات المفروضة على إيران؟ باختصار لو سمحت، تفضل. لا، أنا ما أعتقد أنه يعني حيتم سحب العقوبات على إيران، لأنه هي ليست بالسهولة التي، وهذا يعني يدعم بعض الضغوط التي تقوم بها الولايات المتحدة وتستفيد منها. إيران الآن حقيقة ترى اقتصاديا متدهورة، اجتماعيا هنالك مشاكل، ورأينا هذا في جائحة كورونا إلى الآن، وهي هنالك بالآلاف، ونتمنى يعني أنه لا يصير للشعب أشياء يعني في الحقيقة، يعني لا نتمنى إلا الخير. ولكن إذا ترى أنها غير جادة في لن تسحب العقوبات، ولكن سيكون هنالك تنازلات. تنازلات إما أنه عن طريق الاتحاد الأوروبي، وهو أنا ما سمعت أمس أن يكون هنالك يعني رغبة لبعض التنازلات من قبل الجانب الأمريكي، ولكن لا زال متعنت الجانب الإيراني. هو يريد مكاسب، هو الآن لديه مكاسب كبيرة، أكد وثبت أذرعه في المنطقة. هو كان يريد يعني إطلالة على البحر المتوسط، ويريد إطلالة على باب المندب، ونجح في ذلك تقريبا. يعني هنالك المشروع اليمني طبعا ولله الحمد يعني أجهب عن طريق قوات التحالف، ولكن وصل إلى مواصل كبيرة. يعني الآن العراق سيطرة إيرانية كاملة، صحيح. الآن سوريا تقريبا قوات عسكرية إيرانية ووجود حزب الله، فهو نجح المشروع الإيراني حقيقة يعني، ولكن مع الضغوط العسكرية أو مع الضغوط الاقتصادية يعني أثرت كثيرا على دعمه لهذه الجماعة. سأكمل معك، لكن اسمح لي نأخذ هذا الاتصال مع الدكتور ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية. حياك الله معنا دكتور ماجد. دكتور، كيف تنظر لمستقبل المنطقة اليوم في ظل وجود إدارة أمريكية ديمقراطية في البيت الأبيض؟ هل تتوقع أننا سنشهد ربما تصاعدا في الأزمات، أو محاولة للسيطرة على أقل تقدير على الوضع الراهن؟ مساء الخير لكل الزميل في الاستوديو. أنا في تقديري حقيقة الموضوع يحتاج إلى مراجعة المشهد كاملا، المشهد الأمريكي. المشهد الأمريكي لو راجعته خلال يعني شهر من رئاسة بايدن، تجد أن فيه تصريحات متوازية، تصريحات تصب في المملكة بأنها شريك استراتيجي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بحماية المصالح الاستراتيجية السعودية وأمنها وسيادتها، ثم تتجه إلى اليمن وتطالب بوقف الحرب في اليمن، ومصطلح وقف الحرب له دلالات سلبية كبيرة جدا، ثم ترفع الحظر عن الانقلابي الحوثي مع أنك جماعة إرهابية. لما تأتي إلى التوازي الآخر، هو التوازي الإيراني، تجد أن إدارة بايدن بدأت تتماهى من جديد امتدادا لما كانت تعمل إدارة أوباما سابقا في قضية الملف الإيراني، والإشارات إلى أن الخيارات هي سياسية دبلوماسية والتباحث في هذا الاتجاه، طبعا بالإضافة إلى إدخال الاتحاد الأوروبي. المسار الثالث حقيقة هو مسار ما يتصل بإسرائيل وعلاقات التطبيع العربية. هذه المسارات الثلاثة المتوازية، يعني مسار التطبيع الإسرائيلي نراها علقت F-35، علقت رفع السودان من قائمة الإرهاب، علقت موضوع الصحراء الكبرى في المغرب، بمعنى أن أمريكا تريد، أن إدارة بايدن تريد أن ترجع
كلاعب رئيسي في المنطقة، وليس لحل الأزمات ولكن لإمساك بخيوط الأزمات كل أزمة. فأنا أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال الستة أشهر الأولى من 2021 الشرق الأوسط أولوية ولكن ليس أولوية قصوى، وسوف تعمل على هالمسارات الثلاثة التي يعني حاولت أن أفصل فيها قليلا من أجل أن تقرأ المشهد وأن تتماهى مع المصلحة التي تعيشها. هي لا تريد أن تصفر المشكلات في الشرق الأوسط، ولكن على الأقل تريد أن تجمدها أو تحيدها لأمر مهم جدا في الأولويات الأمريكية، وهو مهمة إعادة قوة الاتصال الأمريكي الأوروبي من أجل مواجهة الصين وروسيا، وهي الأولوية الأولى. الأولوية الثانية لديهم حقيقة هي في الداخل الأمريكي في مسارين: ترميم المؤسسات الديمقراطية الأمريكية التي اهتزت بعد يعني أثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات، والشيء الثاني التداعيات الاقتصادية العميقة جدا قبل كورونا ومع كورونا وما بعد كورونا. حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية أمام تحديات ضخمة جدا اقتصاديا ستؤثر على مشاريع وبرامج الاستراتيجية الخارجية. صحيح. هذا المشهد البانورامي للولايات المتحدة الأمريكية يجعلنا غير متفائلين بتحرك أمريكي جاد تجاه ملفات الشرق الأوسط، سواء الملف اليمن بحكم أنه يهم المملكة كحد جنوبي للمملكة في الأمن المملكة العربية السعودية، أو في إيران من خلال ملفها النووي والبالستي الذي لا يقل خطورة عن الملف النووي، أو حقيقة في موضوع إسرائيل والعبث في موضوع ملف التطبيع ومع الدول العربية. شكرا جزيلا لك، نقاط مهمة جدا. الدكتور ماجد التركي رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية معلقا على تصريحات الرئيس الأمريكي تجاه إيران. بسمع تعليقك على ما ذكر الدكتور ماجد لمحمد، وش رأيك باللي قاله؟ يعني أنا أتفق في كثير من النقاط اللي ذكرها الدكتور، ولكن أنا يعني ما أريد أن أركز عليه علاقتنا نحن كدول المنطقة، دول مجلس التعاون، المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة. أي نعم المشاكل الأخرى تهمنا نحن كلاعب رئيس في المنطقة، يعني يهمنا الاستقرار في المغرب، يهمنا الاستقرار في السودان، ولكن نحن لدينا تحديات، والتحديات هذه تتضمن هذا النظام القائم على تهديد المنطقة والذي لم يردع خلال هذه الفترة، لا بالعكس، يعني كان هنالك يعني تغاضي وتغاضي كبير على أذرع المنطقة، على أذرع إيران بالذات يعني، وليس على إيران. نحن لا نريد حرب ولا نرغب يوم من الأيام أن يكون هنالك صدام مباشر بين المجتمع الدولي كعسكريا وإيران، الجميع حيتضرر، ولكن نحن نريد أن نتخذ الخطوات التي هي يجب أن تتخذ حتى يتم تعديل هذا النظام وسلوكه. يعني هذا الدعم اللامحدود لهذه الجماعات أثر كثيرا على اقتصادنا، أثر كثيرا على تنمية المنطقة، أثر كثيرا على العلاقات. الآن هنالك انشقاق عربي واضح، يعني وكان هذا خلال مؤتمر الثلاث المؤتمرات التي عقدت في مكة. صح. ورأينا أن بعض الدول العربية لم تتوافق أو تتماهى مع البيان الختامي، وهذا أيضا يؤثر على، بينما أنه نجد أنه بعض حتى للأسف بعض دول منطقة أو دول مجلس التعاون، عمان يعني خلينا نعطيك على أقرب مثال، يدعي عمان بأنه إيران دولة جارة ولا بد أن نتحاور، وقد تحدث بذلك يعني من أيام الله يغفر له سمو الأمير سعود الفيصل، بأنه لنجلس على طاولة المفاوضات ونتحدث مع الإيراني، ولكن لا يجب أن يتدخلوا في شؤوننا نحن كدول عربية. فأنا أؤيد ما ذكر السيد التركي فيما يخص أن الولايات المتحدة هنالك فيه نوع من التباين، ولكن النقطة اللي ذكرها الرئيسية أن الولايات المتحدة تريد أن تعود كلاعب رئيس، ولكن برأيي أنه لا بد أن تضع الأولويات. المملكة هي ليست كبعض الدول، مع احترامي للدول الأخرى، في الأهمية. صحيح. والتعاون والتأثير على المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك اللواء محمد القبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي لكل هذه المعلومات والإيضاحات. نتمنى أن يكون هناك على أقل تقدير لدى الأمريكان نظرة مختلفة، نظرة استراتيجية واقعية تجاه المنطقة تحفظ التوازن القائم. صحيح. حتى الآن. ختام يا هلا، إلى اللقاء.